السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. شكرا لدعمكم ومشاركتكم وتفاعلكم مع قناة جعفر تغزري يوتيوب. بطبيعة الحال يكون الموضوع ديال الحصة ديالنا دابا هو تطبيق المسطرة أو قانون المسطرة الجنائية في المكان. بعد ما شفنا تطبيق قانون المسطرة الجنائية في الزمن، إذا الآن غنشوفو تطبيق قانون المسطرة الجنائية من حيث المكان. وقلنا أنه لابد لأي مسطرة جنائية أن تأخذ بعين الاعتبار أمرين بالغي الأهمية، أولهما تأمين إثبات المعاقبة لنتيجة المطلوبة، وثانيا ضمان حرية المواطنين. ولعل مسطرة من هذا النوع هي التي تليق ببلد حر، ومع ذلك تبقى القوانين مجرد أدوات ولن يكون لقيمتها الذاتية أي وزن إذا ما أسيء استعمالها. وقد عرف الشراح من خلال موضوع قانون المسطرة الجنائية أنه ذلك الفرع من القانون الذي تختص قواعده بتنظيم عملية رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة، فيشمل تبعا لذلك القواعد المتعلقة بطبيعة الحال بالمتابعة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية. ويكون تطبيق هذا القانون المسطرة الجنائية من حيث المكان من كي يظل إعمال ديال القواعد ديالها محكوما مبدئيا بقاعدة الإقليمية المسطرية في إعمال كل قواعد النظام الجنائي عموما منذ نشوء حق الدولة في العقاب لحين تنفيذ الجزاء، تأكيدا للسيادة السياسية للدولة حتى ولو كان في النازلة طرف أجنبي. وبالمقابل يمنع مد القواعد الإجرائية الوطنية لتطبق على جريمة وقعت خارج الحدود الوطنية حتى ولو كان القانون الوطني يعاقب على ذلك. وقلنا يعاقب على تلك الجريمة، وقلنا وأيضا ومع ذلك فتمة تعاون دولي بغية محاربة الظاهرة الإجرامية، وبرز على هذا الخصوص إما في احتواء القوانين الإجرائية الوطنية لنصوص تسمح بالاعتراف لإجراءات أجنبية، وإما في اللجوء لاتفاقيات بين الدول تنظم بواسطتها أوجه التعاون القضائي فيما بينها في مجالات البحث عن المجرمين. إذن إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض، ولا بأس أن أعيد أهم ما تطرقنا له من مفاهيم في هذا الموضوع الذي قلنا أنه تحت عنوان تطبيق المسطرة الجنائية من حيث المكان. وقلنا أن إعمال القواعد ديالو محكوم مبدئيا بقاعدة الإقليمية المسطرية في إعمال كل قواعد النظام الجنائي عموما منذ نشوء حق الدولة في العقاب لحين تنفيذ الجزاء، تأكيدا للسيادة السياسية للدولة حتى ولو كان في النازل طرف أجنبي. وبالمقابل يمنع مد القواعد الإجرائية الوطنية لتطبق على جريمة وقعت خارج الحدود الوطنية حتى ولو كان القانون الوطني يعاقب على تلك الجريمة. وقلنا ومع ذلك فتمة تعاون دولي بغية محاربة الظاهرة الإجرامية، حيث برز على الخصوص إما في احتواء القوانين الإجرائية الوطنية لنصوص تسمح بالاعتراف للإجراءات الأجنبية، وإما في اللجوء لاتفاقيات بين الدول
تنظم بواسطتها أوجه التعاون القضائي فيما بينها في مجالات البحث عن المجرمين. إذا إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، وبطبيعة الحال أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحال والمشتركين المحتملين الجود، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.